أرحب الآن بضيوفي الكرام من روما دكتور فيدريكو كاستليوني الباحث في معهد الشؤون الدولية، ويشرفنا كذلك من روما دكتور جوزيب مانا المحلل للشؤون الإفريقية، ومن نيامي الدكتور علي تاسع الأكاديمي والدبلوماسي السابق. ودعوني أبدأ من روما حيث دكتور فيدريكو كاستليوني. سيدي الكريم، لا يستطيع أحد أن يخبئ رأسه في الرمال وأن يتحدث عن إفريقيا المتخلفة الفقيرة الجائعة التي تهاجم أوروبا بحشود المهاجرين غير النظاميين دون أن يضع في اعتباره المسؤولية الأخلاقية على الأقل على عاتق أوروبا، المسؤولية تجاه القارة الإفريقية، القارة التي استعمرتها أوروبا، نهبت ثرواتها، استعبدت شعوبها لفترة طويلة، وما تزال تمارس ممارسات إفساد لا تخفى على أحد. الضمير الأوروبي يقظ لهذه الفكرة سيدي، أم أنه يحاول التناسي؟ نعم نعم بالطبع نعم بالطبع، أن الأوروبيون على وعي تام بهذه المشكلات. إن أفريقيا ليست دولة فقيرة، ليست قارة فقيرة البتة، ولكن هناك الكثير من الموارد التي تتمتع بها هذه القارة، وقد تم استغلالها من قبل الكثير من الشركات الأجنبية. ولكن لا ننسى أيضا أن الدول الأوروبية هي أكبر الدول التي تمد أفريقيا بالمعونات وتمدها بالأموال التي تساعدها على التنمية. وفي الوقت ذاته فإن هناك الكثير من المؤسسات التي تود أن تذهب إلى أفريقيا، وهناك الكثير من الشركات التي تستثمر في أفريقيا. ونحن نعترف أن هناك أخطاء وهناك بعض التقصير فيما يخص التطوير، وذلك بسبب عدم وجود إطار قانوني قوي في هذه البلاد. أنتقل الآن إلى دكتور جوزيب مانا أيضا من روما. سيدي الكريم، هل هناك سياسة يمكنك أن تطلعنا على خطوطها العريضة من قبل الاتحاد الأوروبي عموما تجاه القارة الإفريقية، أم أن الاتحاد الأوروبي يحب أن يتعامل مع القارة دولة دولة، يعني فرادى؟ نعم، بالنسبة للاتحاد الأوروبي عليه أن يطور سياسته فيما يخص تعامله مع القارة الإفريقية، خاصة أن هناك ملايين من المواطنين في إفريقيا، والاتحاد الأوروبي ما زال يعتبر أن هؤلاء الشعوب من حقه أن يستغلهم ويستغل مواردهم. لذلك فعل الاتحاد الأوروبي أن يغير من هذه السياسة، سياسة مصالحه. الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الدول الإفريقية لكل دولة سياسة معينة، ولكن هناك بعض الخطوط العريضة، وهي إمداد تلك الدول ببعض الأموال والتمويل الذي يساعدها على التنمية. ونحن نعلم أن هناك الملايين من الأموال التي تنفق على هذه البلاد من أجل تحسين معيشة سكانها، كما أن هناك
الكثير من الظروف التي حدثت منذ 2022 في إفريقيا التي قد تغير من سياسة تعامل أوروبا مع إفريقيا. أظن أن هذه الظروف ستجعل السياسة الأوروبية هي سياسة وين-وين أو فائز-فائز، حتى يكون هناك احتراما متبادلا وعلاقات معتمدة على هذا الاحترام. وكل هذه الانقلابات الخطيرة التي تؤثر على إفريقيا منذ 2020 هي ناتج الظروف المعيشية البئيسة التي يعيشها سكان تلك القارة. لذلك فعلى الاتحاد الأوروبي أن يفكر في النمو الاقتصادي لهذه القارة. ونحن وجدنا أنه كان هناك بعض التقدم في 2022 و2021، ولكنه تقدم بطيء للغاية. ونتج عن ذلك هذه المشكلات. لذلك فالحل هو تغيير اقتصادي وتغيير لهذه الظروف التي يعيشها السكان والقارة. ونحن ندعو كل القادة، قادة الاتحاد الأوروبي، أن يبدأوا في التفكير في تغيير تلك السياسة تجاه إفريقيا لتراعي مصالح الجميع، الأوروبيون والأفارقة أيضا، وأن تأخذ بعين الاعتبار الاستقرار السياسي. أذهب الآن إلى ضيفي الكريم من نيامي، الدكتور علي تاسع، الأكاديمي والدبلوماسي النيجيري السابق. دكتور علي، نسعد كثيرا بانضمامك إلينا. لفت انتباهنا بشدة أن المتظاهرين في شوارع نيامي يعبرون عن سخطهم على فرنسا، وبدا لنا ذلك وكأنه كفر بالغرب ومحاولة للبحث عن بديل، حتى وإن كان روسيا مثلا، يعني رفع العلم الروسي في نيامي. حلل لنا هذه الظاهرة يا دكتور أرجوك. أهلا بك، وتحية لضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناتكم العزيزة. أنوه بما ذكره ضيفاكم من روما من أن أوروبا هي السبب الأساسي لما يجري اليوم في إفريقيا، لأنها بعد أن أخذت نهبت ثروات إفريقيا، أو الآن بعد الاستقلال تستمر في نهب ثرواتها، وكذلك وضع المشكلة الكبرى، وضع عمال، أقول حكاما يعني تابعين لأوروبا في المنطقة الإفريقية. لعلك تقصد عملاء يا دكتور. كلهم عملاء. أنا أقصد أن أوروبا تريد أن يكون لا تريد أن يكون هناك رؤساء واعون يمكن أن يطوروا هذه المنطقة، بل يريدون رؤساء تابعين لهم، عملاء ينفذون ما يرغب. لذلك كل ما تقدمه أوروبا من مساعدات تنموية لا ترى لها أثرا في إفريقيا، لأن الهجرة التي تقوم من إفريقيا إلى أوروبا، أنا أقول لكم بكل صراحة أن معظمها يعني هجرة اقتصادية وليس من أجل الحروب وليس من أجل أي شيء. فعدم التنمية، المشاكل الاقتصادية التي تؤدي بالشباب إلى الهجرة إلى أوروبا، لأن هؤلاء الشباب لا يرون هناك انفراجة من الرؤساء الذين يحكمون هذه البلاد، لأنهم معينون ومساعدون ومدعومون. لكن من قبل أوروبا. يا دكتور علي، هذا يطرح سؤالين رئيسيين. السؤال الأول، هؤلاء انتخبوا ديمقراطيا بين قوسين يا دكتور،
وحين يخرج عليهم قادة الجيش سواء في النيجر، في بوركينا فاسو، في الجابون إلى آخره، يبدو الأمر ليس كما تقول، يبدو الأمر وكأنه انقلاب عسكري على سلطة شرعية منتخبة. الذي أقصد أن ألا ممكن أن أوضحه هنا، تفضل أرجوك. هؤلاء الذين الحكام الذين يقال بأنهم انتخبوا بطريقة ديمقراطية ليسوا منتخبين، إنما هو معينون من قبل الغرب. فأنا أعطيك أمثلة، فمثلا في النيجر الرئيس المخلوع، يعني الدنيا كلها تعرف أنه لم يفز في الانتخابات، فالذي فاز في الانتخابات هو محمد عثمان. لكن لما أن أوروبا تعرف أنه سوف لن يلعب لعبتها، فحاولت كل محاولة لكي لا يأتي إلى السلطة. فلذلك فرضت علينا الرئيس بازوم المخلوع، لأنه يلعب لعبتها. وكما تشاهدنا في ساحل العاجل، يعني الرئيس يغير دستور ويستمر في ماذا يسمى جولة انتخابية ثالثة، يعني انتهت ولايته ولاية ثانية يأتي بولاية ثالثة. وكذلك ما يحدث في السنغال، يعني على مرء ومسمع من أوروبا. لكن لما أن الرؤساء يعني يدعمون مدعمون ويدعمون سياسة أوروبا في إفريقيا لا ينظرون إلى هذا، فهذا الذي يؤدي إلى أن يقوم الجيش بالانقلابات. لذلك إذا قام الجيش بالانقلاب الشعب يكون متضامنا معه، لأنه زهق وسئم مما يقوم به هؤلاء. لكنني ما زلت يا دكتور علي أنبهك سيدي الكريم إلى نقطة بعينها، إنه الشكل أحيانا يكون أكثر أهمية من المضمون. الشكل أن هؤلاء انقلابيون وأنه هذا رئيس منتخب، تصور؟ هذه مشكلة أوروبا. ينظرون إلى الشكل ولا ينظرون إلى المضمون. فمضمون هذه الدول فيها فقر، فيها مجاعة، فيها ماذا يسمى عدم التقدم الاقتصادي، فيها كل المشاكل التي يمكن أن تفجر أي دولة. بدل أن تحاول الدول الأوروبية أن تهدئ هذه الأوضاع وتأتي بأنشطة، ربما مشاريع تنموية يمكن لها أن تقدم هذه البلاد، لا، هي تؤيد هؤلاء الرؤساء وتقدم تمولهم. هذه الأموال التي ترسلها أوروبا إلى هؤلاء الرؤساء معظمها تختلس ولا تصل إلى الشعب. فهذا الذي يحدث، ما دام أن هؤلاء يلعبون اللعبة التي تريدها أوروبا، لذلك لا تلتفت أوروبا. سأعود إليك يا دكتور علي إن سمحت لي سأعود إليك كي نتحدث عن البدائل. هل وهذا أمر في الحقيقة يثير حزني الشديد، هل إفريقيا تضع العلم الفرنسي تحت حذائها ثم ترفع العلم الروسي، أو ترفع، أقصد أنه لابد من آخر، يعني لابد أن يرفع الشعب الإفريقي علما آخر لكي يستقوي به؟ سأعود إليك يا دكتور، لكنني أعود الآن إلى دكتور فيدريكو كاستليوني في روما. يا دكتور، أنت تعرف مثلا حال انتخاب الرئيس الجابوني علي بونغو، وتعرف حال أبيه الرئيس السابق الذي أورثه الحكم، تعرف الحالة في الجابون، ثم تستمع إلى وسائل الإعلام الغربية وهي تتحدث عن انقلاب وضربة للشرعية في الجابون إلى آخره، ألا تشعر بالغصة يا دكتور كاستليوني؟ حسنا، أنا أعتقد أن هناك الكثير مما نسمعه في وسائل الإعلام الذي يخص الذي يحدث في الجابون، ونحن نعلم أن هناك الكثير من الأنظمة التي لا يمكن أن نثق بها في أفريقيا. نحن وجدنا الكثير من الانقلابات حاليا في مالي، في
أفريقيا الوسطى ثم بعد ذلك النيجر ثم بعد ذلك الجابون. كل هذه الانقلابات المتتالية تدل على الاعتراض على الكثير من القيم الغربية. لذلك في كل تلك العواصم نحن نشهد أيضا ارتفاع العلم الروسي، والسؤال الآن هو لماذا علينا أن نتخلص من هذه الهيمنة الأوروبية ونستبدلها بالهيمنة الروسية؟ صحيح. الأمر هو أن الدول الأوروبية التي تتحكم في تلك البلاد كما يقول البعض لم تقوم بدورها التنموية. أنا أعتقد أن هناك الكثير من الأنظمة تتمتع بالديمقراطية، وعلى سبيل المثال السنغال، وهناك علاقات جيدة بين تلك الدول وبين فرنسا. وإذا نظرت إلى تلك الدول ستجد أن إجمالي الناتج المحلي الاقتصادي ينمو بشكل كبير. هذا الذي أريد أن أقوله بالنسبة للأوروبيين، فإنهم يحاولون أن يركزون على حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي هو المنظمة التي تضع حقوق الإنسان على اعتبارها أهم أولوياتها. والسؤال الآن هو لماذا هناك دول أفريقية تريد أن تستبدل هذه العلاقة مع الغرب بعلاقتها مع روسيا؟ لذلك فإننا نعتبر أن روسيا ليست دولة ديمقراطية. هذا السؤال الذي يطرح نفسه، وهو سؤال مهم في الحقيقة يا دكتور. سأعود به بشكل من الأشكال إليك، لأنه أنا مهتم للغاية بمعرفة الطريقة التي ستغير أوروبا بها نهجها تجاه إفريقيا كي تقلل من الخسائر. أوروبا تخسر بشدة في قارة إفريقيا، وعلى أكثر من مستوى، على مستوى سمعتها، لأنها في إفريقيا ما تزال هي المفسد المستعمر ناهب الثروات، وعلى مستوى طوفان الهجرة الذي يدق أبوابها بلا انقطاع يا دكتور. لكنني أذهب الآن إلى الدكتور جوزيب معنا. سيدي الكريم، طلعتنا الأخبار بأن وفدا عسكريا روسيا رفيع المستوى ذهب إلى بوركينا فاسو والتقى الرئيس الانتقالي. عادة موسكو تعمل تحت المنضدة، يعني لا تعمل بهذا الوضوح، لا ترسل وفودا رسمية. أوروبا تخسر يا دكتور، أوروبا تخسر والروس يشعرون بذلك ويحاولون ملء الفراغ الذي تركته أوروبا أو ستتركه رغم أنفها. ما رأيك؟ أنا أقول أن كل لابد أن يشهد الذي يحدث، وأعتقد أننا سنجد أن العلم الروسي سوف يتم رفعه في النيجر وفي الجابون وفي بلاد أخرى، وكما قال زميلي وضيفك الكريم أنه من المهم أن نقول أن الصين وروسيا تود أن تغير النظام العالمي الآن، وتود أن يكون لها يد في إفريقيا. وسؤالي هو، هل روسيا لديها القدرة أن تساعد هذه الدول حتى
تنمو وتغير من وضعها الاقتصادي الحالي. ودعنا نقول أن السبب الرئيسي وراء كل هذه الانقلابات في غرب ووسط أفريقيا منذ 2020 هو الانخفاض الحاد في الظروف الاقتصادية في السنوات الأخيرة. وهذا جعل الشعوب تتساءل عن فائدة الديمقراطية، ولذلك فإنهم يبحثون عن ظروف اقتصادية أفضل ونمو في معاييرهم السياسية. وكما قلت من قبل، إن النمو الاقتصادي في هذه القارة الغربية سيقلل من التوترات، والنمو قد قل، وهذا هو السبب الرئيسي لهذا التوتر الاقتصادي والسياسي في تلك المنطقة. هل ستستطيع روسيا أن تبدل دور أوروبا في مساعدة هذه الدول؟ أنا لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد حتى أن الصين لديها الموارد التي تعينها على أن تستبدل المشروعات الأوروبية في تلك الدول التي بدأت في مساعدتها في النمو. إنه لأمر صحيح أنه في السنوات الأخيرة المنصرمة بعض الدول الأوروبية استغلت بعض الدول الإفريقية، وقد احتلت الدول الإفريقية خاصة في وسط غرب إفريقيا واستغلت كل مواردها. ولكن أنا مقتنع اقتناع كامل بأن الدول الأوروبية لديها الموارد الاقتصادية المنهج الديمقراطي الضروري لمساعدتها تلك الدول حتى ترفع مستواها المعيشي وتصل إلى الاستقرار السياسي. وأعتقد أننا لا نلوم الدول الأوروبية على كل المشكلات التي تؤثر على أفريقيا. قد يكون هناك بعض الأخطاء، نعم، والحل هو عدم استبدال قوة بقوة أخرى، ولكن أن يتم احترام تلك القارة وتغيير النهج في التعامل معها وإمدادها بالقيم الاقتصادية، القيم الديمقراطية التي تساعدها على تخطي مشكلاتها، وأيضا أن تساعدها بمشروعات كثيرة حتى لا تقع فريسة للوجود الصيني والوجود الروسي في وسط أفريقيا الذي قد يغير الوجود الأوروبي في أفريقيا والسياسة الأوروبية في أفريقيا تغيرا جذريا. سيد الكريم، بالطبع نحن لا نعلق كل المشاكل الأفريقية في عنق أوروبا، لكن دعني أذكرك بما قاله الإفريقي الراحل الكبير نيلسون مانديلا، وهو يعلق على العلاقة بين القارة الإفريقية وأوروبا في زمنه. يعني قال إنه أوروبا قطعت ساقي إفريقيا من عند الركبتين ثم تطلب منها أن تجري. جملة مهمة جدا والله يا دكتور، إن تأملتها معي. يعني سأذهب الآن إلى نيامي حيث الدكتور علي تاسع. كنت قد علقت سؤالا يا دكتور علي عن الوضع الغريب الذي يجعل الشعوب الإفريقية تسقط علما وترفع آخر لدولة أخرى. يعني هناك دائما
ولا أدري كيف حدث ذلك في الشخصية الإفريقية. هناك دائما سعي لأن نكون تحت مظلة آخر أجنبي، إن لم تكن أوروبا فلتكن روسيا يا أخي. لماذا يا دكتور؟ الخطأ الأكبر هو من أوروبا، لأنها وضعت فرنسا على أنها ممثلها في إفريقيا الغربية، وفرنسا لا تزال تعامل الدول الإفريقية على أنها تحت الاستعمار، أو على الأقل يعني نظرة دونية، يعني تنظر إلى إفريقيا من أعلى، فهذه هي المشكلة. فإذا أرادت أي، وهي التي تحدد مع من ستتعامل هذه الدول، فإذا أرادت أي دولة أن تنفلت منها هنا تسبب لها مشكلة. فأعطيك مثال على ذلك في النيجر. النيجر دولة ذات سيادة، قطعت أو نددت بمعاهدات مع فرنسا، معاهدات عسكرية مع فرنسا، وترفض فرنسا الاعتراف. والنيجر يعني تطرد سفيرة فرنسا من النيجر، وترفض فرنسا أن يغادر. فالنيجر أو الدول الإفريقية في هذا الوضع هي تبحث عن طوق نجاة. فعندنا مثل إفريقي، مثل النيجيري يقول: الذي يغرق لو رميت إليه بحد السيف يمسك، يعني أي شيء يأتي إليه يمسك. عفوا دكتور، كرر المثل أرجوك. المثل يقول: الذي يغرق يعني إذا رميت إليه بحد السيف يمسك، يعني حتى لو كان سيفا يمسك نعم به. نعم، يعني هذا الذي يحدث. يعني لا يرفعون على العلم الروسي لأنهم يحبون روسيا، لا، يرفعون العلم الروسي لإغضاب فرنسا، وليقولوا لفرنسا هناك دول أخرى يمكن أن نتعامل معها بدلك. فلو كانت فرنسا مثلا عندما تقرر دولة الإفلات منها، يعني تقبل أن يتم الأمر بسهولة وتقول ربما سأعود مرة أو سأعود يوما ما، لكانت الأمور لا، هذه الدول لا تمشي إلى دول أخرى. لكن ترفض فرنسا الآن، لفرنسا 1500 جندي في نيامي، ترفض فرنسا إقصاءهم أو إرسالهم إلى البيت، وترفض أن تزيل سفيرها من النيجر. فلماذا لا تطلب النيجر مثلا، لا تستعين بروسيا بفاغنر أو أي دولة تأتي بجيوش لها وتضعها في نيامي حتى ترى فرنسا بأن النيجر يعني في هذا الوضع مستعدة لأي احتمال فتخرج. المشكلة لكن يا دكتور علي، دعنا نكون واقعيين يا دكتور. أنا أفهم جيدا ما تفضلت به سيد الكريم، وأفهم طموح الشعب النيجري، لكن هل ستحاربون فرنسا يا دكتور؟ لا، أنا أعتقد أن الحرب لن تكون، لأن فرنسا طلبت كل الوسائل، كل الحالات طلبتها لكي تحارب النيجر ولم تجد. طلبت من زميلاتها الدول الأوروبية ومن أمريكا، لم تجد، وجرت وراء الإكواس، وإكواس دول إكواس فهمت أنها يعني مخدوعة من فرنسا، ثم تراجعت. أنت الآن لا تسمع من أي رئيس من دول إكواس يتحدث عن الحرب. إذن فالحرب غير واردة في النيجر، لا تستطيع فرنسا أن تحارب النيجر لأنها ليس لها أي يؤسفني جدا من أي من الأمم المتحدة في الصوت الحقيقة. حاولت أنا آسف والله يا دكتور، أنا في غاية الشغف للإنصات إليك، لكن الصوت يتقطع، وكنت أدخر لك سؤالا عن الجابون في الحقيقة. هل تسمعني الآن بوضوح يا دكتور علي؟ أسمعك بوضوح. عظيم، تمام، عظيم. ما رأيك في دقيقة أرجوك، ما هو الموقف في نيامي مما حدث في الجابون؟ يعني نيامي ترحب بما حدث في جابون لأنه عبارة عن انعتاق من فرنسا، فالدول الإفريقية تريد أن تخرج من حضانة فرنسا، ففرنسا قدمت استقلالا لهذه الدول لكنها لم تقطع الحبل السري منها، فبدأ كانت يعني تعامل هذه الدول معامل. فانظروا مثلا إلى النيجر، يعني فرنسا تجد ثلث اليورانيوم الذي تستعمله في
الوقود أو في الطاقة في فرنسا، بينما 80% من النيجريين يعيشون في ظلم. الآن أنتم شايفون أنا الآن انقطع الكهرباء مني، نعم، كنت في ضوء، نعم، وانقطع الكهرباء، نعم. إذا فرنسا تعمل هذا، فكل ما يمكن ما من شأنه أن يطرد فرنسا من إفريقيا، فالجيش النيجري المجلس الانتقالي العسكري يرحب به، لذلك يرحب بما حدث في الغابون. وأنا في معرض حديث مع قناة قلت الانقلاب في النيجر لن يكون آخر انقلاب إذا لم تغير فرنسا والدول الأوروبية سياساتها تجاه هذه الدول، لأن هذه الدول تريد معاملة المثل بالمثل وليس معاملة السيد بالمسعود أو معاملة السيد بعبدي، ولكن هذه الدول لحد الآن لم تفهم، لذلك تقوم تحدث ويحدث. فالشباب الآن متعلم والجيش متعلم، ليس مثل الذين أخذوا الاستقلال من فرنسا، ناس ما عندهم مستوى علمي، ممكن مستوى إعدادي وثانوي. أما هؤلاء فدرسوا في جامعات مع هؤلاء الذين مع ضباط في 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 الدول الأوروبية، إذا متعلمون وعندهم ثقافة وعندهم وعي وعندهم غيرة لشعوبهم. لذلك أنصح الدول الأوروبية أن تغير سياساتها فيما يتعلق بالتنمية تجاه إفريقيا، فيما يتعلق بالسياسة، تترك الدول الإفريقية تختار من تشاء أن يرأس بري. أما إذا كانت لابد أن تفرض أن تختار لإفريقيا من يرأسها، فأنا أظن أن المشكلة ستستمر وأن الانقلابات ستستمر إلى دول أخرى. يا دكتور علي، هذه هي المرة الأولى في حياتي المهنية التي أحب فيها تقطع صوت الضيف. أقول لك لماذا؟ لأنك ضربت مثالا عمليا حالا، النيجر التي تمد فرنسا بالكهرباء ينقطع فيها التيار بهذه الطريقة، ويعني هذا أمر لا يحتاج إلى كثير كلام يا دكتور. أشكرك شكرا جزيلا سعادة الدكتور علي تاسع الأكاديمي والدبلوماسي الذي شرفنا من نيامي، ووافر امتناني لضيفي الكريمين من روما دكتور فيدريكو كاستليوني الباحث في معهد الشؤون الدولية، وكذلك من روما دكتور جوزيب مانا محلل الشؤون الإفريقية. في الحقيقة فقرة سرتني أنا شخصيا، لا أعرف موقفكم، لكنني مسرور لأننا مسسنا كل الأعصاب العارية التي مسها أحيانا يسبب تقلصا سواء في الشمال عند الأوروبيين أو في الجنوب عندنا نحن الأفارقة. بعد فاصل قصير سنذهب إلى عصب عار آخر انكشف لتوه في واشنطن، عصب لدى جو بايدن.